من أصعب الأشياء اللي تقدر تحدث للاعب بموهبة عالية في أوروبا هي يكون مزدوج الجنسية، لأنه يكون عليه ضغط كبير من الصحف والنادي اللي يكون فيه، وأيضا من جماهير البلدين اللي يقدر يمثلهم اللاعب. هذا المشكل مروا به كثير من اللاعبين، وخصوصا اللاعبين الجزائريين اللي يلعبوا في أوروبا، ومنهم اللاعب الجديد المنضم حديثا للمنتخب الجزائري حسام عوار. تابعوا معنا الفيديو حتى الأخير لمعرفة القصة كاملة. المعمورة يا رياض ارفعها وخلصنا، يا رياض ارفعها وخلصنا، يا رياض ارفعها. ثلاثين يونيو 1998 زاد حسام عوار في مدينة ليون الفرنسية من عائلة جزائرية أب وأم. عوار من صغره اكتشف حبه للكرة كأي طفل جزائري، كان يلعب في الشوارع ليون. بعد ذلك اكتشفت عائلة حسام عوار بأنه حب ابنها الوحيد هو كرة القدم، وهو الشيء الوحيد اللي أعطاه طفل حسام عوار الاهتمام في حياته من كان في هذا السن الصغير. وعلى خطى كريم بنزيما انضم طفل حسام ذو 11 سنة إلى أكاديمية ليون، وهذا الشيء حدث في عام 2009. بدأ الطفل الصغير يلعب مع الفئات السنية ويتعلم في المهارات الكروية، واستغرق الطفل عوار 5 سنوات وهو في الفئات السنية لفريق ليون حتى جاء عام 2016. في 2016 غادي يتحصل اللاعب على أول عقد احترافي مع ناديه لمدة 3 سنوات، وهذا العرض كان مكافأة على المجهودات اللي قدمها مع الفئات السنية ومع المنتخب الفرنسي تحت سن 17 سنة، وكان أول انضمام له مع المنتخب الفرنسي تحت 17 سنة في عام 2014 وهو في سن 16 سنة. لعب مباراة وحيدة مع المنتخب الفرنسي تحت 17 سنة، بعد ذلك تحصل على عقد مع ناديه، وأتى يوم مشاركة اللاعب أول مرة مع فريقه، وهذه المرة الفريق الأول، في 16 فبراير 2017 أمام فريق ألكمار الهولندي وفي الدوري 16 من الأوروبا ليج. وشارك حسام عوار في هذه المباراة في الدقيقة 84 كبديل، وفاز فريقه في تلك المباراة 4-1. بعد ذلك لم ينتظر اللاعب كثيرا، لعب مباراة الإياب ضد نفس الفريق وفي نفس البطولة بعد أسبوع فقط من المباراة الأولى التي جمعت فريقه بفريق ألكمار الهولندي. وتمكن اللاعب حسام عوار في هذه المباراة من تسجيل أول هدف في مسيرته الرياضية، وفقط من مباراته الثانية مع فريقه الأول منذ تصعيده إلى الفريق الأول، وكان في سن صغيرة جدا وهو في 17 سنة فقط. فاز فريقه في تلك المباراة 7-1 وتأهل إلى الدور الربع النهائي من اليوروبا ليج. بعد ذلك تمكن عوار من مشاركة أول مرة أساسي مع فريقه ليون بعد شهر فقط من لعب أول مباراة مع فريق الأول، وكان هذا بتاريخ 16 أبريل 2017، وكان هذا اللقاء في الدوري الفرنسي أمام فريق باستيا، وتم توقيف ذلك اللقاء بعد مرور شوط فقط بعد دخول مشجعي فريق باستيا للملعب والاعتداء على اللاعب. وبعد ذلك ب3 أسابيع تم إعطاء فريق ليون الفوز في تلك المباراة. انتهى موسم 2016-2017، وشارك عوار بعد ذلك في مباريات قليلة في هذا الموسم. جاء الموسم الجديد 2017-2018 وتم منح عوار رقم 8، وهذا الرقم كان مميز في الفريق وأيضا للاعب عوار، لأنه ارتداه أسطورة نادي ليون وهو اللاعب البرازيلي جونينيو، وهذا اللاعب كان قدوة حسام عوار ويعتبره مثاله الأعلى هو والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان. بدأ الموسم وشهد تألق اللاعب حسام عوار مع ناديه ليون في هذا الموسم، ولعب اللاعب كثير من المباريات أساسي، وكانت إحصائيات اللاعب بلعب 45 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 6 أهداف. انتهى هذا الموسم 2017-2018 وكان موسم جيد للاعب، ودار بلاصته أساسي مع الفريق، وأيضا في هذا الموسم ترشح اللاعب لجائزة جولدن بوي أو كما تعرف بالفتى الذهبي، ولكن لم يفز بها اللاعب حسام عوار، فاز بها ماتياس دليخت اللاعب الهولندي، وتحصل اللاعب حسام عوار على مركز 6 في هذه الجائزة كأحسن لاعب صغير أو لاعب شاب، وتفوق على الكثير من اللاعبين وأبرزهم كيليان مبابي، أشرف حكيمي، فودين لاعب السيتي، وميليتاو لاعب ريال مدريد. بعد هذا التوهج للاعب غادي يجي موسم 2018-2019، وهنا غادي تنفاجئ الموهبة اللاعب، غادي يشهد أحسن تألق في المسيرة تاعه حد الآن، لاعب أساسي في جميع المباريات تقريبا مع فريق ليون، وأصبح لاعب حاسم في التشكيلة، وقعد التألق خلى اللاعب حسام يوصل مع فريقه
نصف النهائي بطولة دوري الأبطال أوروبا، ولكن أقصاهم فريق بايرن ميونخ، ودار حسام عوار أحسن إحصائيات مع نهاية الموسم بلعب 47 مباراة، سجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة. جاء صيف 2019 واللاعب بعد هذا التألق جات عروض من 3 أندية كبيرة جدا في أوروبا، واللي هي برشلونة، مان سيتي والجوفنتوس، لكن رئيس نادي ليون رفض جميع هذه العروض، قرر يشد في اللاعب باش يجيب سعر أكبر في المستقبل. وأيضا تلقى عوار دعوة للمنتخب الفرنسي تحت 21 سنة للمشاركة في بطولة أمم أوروبا للشباب، وقبل الدعوة ولعب معهم فعلا، وتألق اللاعب ووصل مع فرنسا إلى نصف النهائي، وتم إقصائهم من قبل إسبانيا اللي تحصلت على اللقب في تلك البطولة. وكانت هذه إحصائيات اللاعب عوار مع المنتخب الفرنسي تحت 21 سنة، لعب 8 مباريات وتمكن من تسجيل هدفين. بعد هذا الموسم الخرافي للاعب بدأ الصراع المنتخب الفرنسي الأول والمنتخب الجزائري، ومع رفض اللاعب الدعوة المنتخب الفرنسي في 16 نوفمبر، وكانت هذا الرفض بداعي الإصابة اللي تعرض لها اللاعب في تلك الفترة. ولكن قبل ذلك في يناير 2019 زاره مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، وكان سبب هذه الزيارة باش يقنع اللاعب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 يفاز بها المنتخب الجزائري، لكن حسام رفض هذه الدعوة أيضا بغرض تركيزه مع ناديه ليون في الموسم. وأيضا يوجد سبب آخر، أنه الأندية الأوروبية تكره بطولة الأمم الإفريقية وتخاف على اللاعبين توحى، لأنه فيها اللاعب الخشن والتدخلات العنيفة. أنا حسب رأيي المتواضع نظن أنه كان الضغط على اللاعب من فريق ليون. وأيضا حسام أخذ مشورة اللاعب كريم بنزيما وقال لبنزيما كلا اختار المنتخب الجزائري، لأنه بنزيما كان موقف للاعب مع المنتخب الفرنسي، موقف نهائيا من المشاركة، وكان ندم لما اختارش الجزائر. على بها نصح حسام عوار وقال اختار الجزائر، ولكن أنا ذاك لم يأخذ عوار بنصيحة مواطن كريم بنزيما، لأنه بعد ذلك في 26 أغسطس 2020 تلقى عوار أول دعوة منذ 2019، ووافق اللاعب على هذه الدعوة من المنتخب الفرنسي الأول، لكن بعد يوم فقط من قبول هذه الدعوة وبتاريخ 27 أغسطس تم إصابة اللاعب بفيروس كورونا، وتم استبداله بمواطنة فقير لاعب بيتيس. ومع ناديه كان عمل عوار موسم جيد جدا 2019-2020 بإحصائيات لاعب 41 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى، وكملها بمشاركة مع المنتخب الفرنسي بمباراة ودية أمام أوكرانيا بتاريخ 7 أكتوبر 2020، لاعب أساسي ولعب 59 دقيقة في تلك المباراة وتم استبداله. وهذه 59 دقيقة والتغيير اللي غيره مدرب المنتخب الفرنسي للاعب عوار كان هو الأول وهو الأخير، لأنه بعد ذلك دخل حسام موسم جديد مع ليون ودار موسم جيد أيضا، وانتهى بإحصائيات مشرفة، لعب 33 مباراة، قدر يسجل 8 أهداف ويصنع 3 أهداف أخرى. هذا المستوى المتواضع والجيد في هذا الموسم خلاه يشارك مع المنتخب الفرنسي تحت 21 سنة، كانت في بطولة الأوروبية أيضا للشباب، ولعب في هذه البطولة حسام عوار 3 مباريات وسجل هدفين، كان مستوى مشرف، وكانت هذه آخر مشاركة لعوار في قميص المنتخب الفرنسي للشباب. وبعدها في موسم الماضي موسم 2020-2021 دار أيضا حسام موسم جميل بإحصائيات لعب 45 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف. وفي موسمين الحالي تراجع مستوى اللاعب وتراجع أيضا مستوى فريق ليون بعد أن دخل فيه كثير من المشاكل، وأهمها تذبذب النتائج وتغيير كثير من المدربين، حتى أتى المدرب المشهور ومدرب السابق للمنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أيضا، وضع هذا المدرب الثقة في اللاعب من جديد، لأنه مع المدرب السابق لم يكن يلعب. وأيضا صرح المدرب السابق بأنه حسام عوار لاعب عادي، حتى جاء المدرب الشهير اللي حكيتكم عليه لورون بلون كتعرفوه نورمالمون، كي جاء تكلم مع اللاعب حسام قال له أنت أساس المشروع النادي وأنت لاعب حاسم، وأعطاه شارة القيادة وبدأ يشارك في المباريات مع مدرب لورون بلون، ورأى أساسي في المباريات الأخيرة، ولعب هذا الموسم 5 مباريات مع ناديه وتألق، قدم مباريات جيدة ومتواضعة، وقدر يسجل هدف في هذه 5 مباريات الأخيرة اللي لعبها. وبعد هذه المشاركات تلقى دعوة من عند الناخب الوطني جمال بلماضي، لأنه في الأشهر الماضية كان بينه وبين المدرب جمال بلماضي اتصالات، وقدر في الأخير يقتنع اللاعب بأنه لا يدوم إلا اللاعب إلى منتخب الأم والمنتخب الأصلي حسب جنسيتك الأصلية. وفعلا جمال
الماضي يدعى اللاعب للمباريات القادمة اللي غادي تكون في 16 من هذا الشهر، أي بعد أيام قليلة. المباراة الأولى تجمع المنتخب الجزائري أمام مالي، والمباراة الثانية تجمع المنتخب الجزائري أمام منتخب السويد. نتمنى لحسام عوار التألق مع منتخبنا الجزائري ودخول قلوب الجزائريين بسرعة، لأنه عنده إمكانيات كبيرة وغادي يشكل ثنائية قوية بزاف مع إسماعيل بن ناصر. ونتمنى اللاعب يسترجع مستواه 2019 ويولي من أحسن اللاعبين في العالم، لأنه الموهبة موجودة واللاعب صغير في السن، مازال قدامه الكثير في مسيرته وراهي في البداية على المسيرة تاعه. نتمنى له النجاح والتوفيق حتى لهنا تكون كملت المسيرة اللاعب حسام عوار. نتمنى تكون عجبتكم، وشكرا اللي وصلتوا معايا حتى لهذه النقطة من الفيديو. لاركم بغي تدعموا هذا المحتوى، ديروا أبوني، ديروا اشتراك في القناة، نقولكم باللغة العربية ديروا جام، ديروا كومنتر، وبارتاجوا هذا المحتوى مع أصدقائكم اللي يحبوا الكرة. تهلوا في روحكم، وشكرا على المشاهدة، ونتلاقوا الجمعة الجاية إن شاء الله.